كثيرا ان كان فيه فلوس بتتحط من تحت الترابيزه لناس وناس لا، وكان فيه تفاوت. كان فعلا مساله الميزانيات والحاجات دي كانت ينظر اليها، يعني دي حاجه يعني سريه لكن هقولها. يعني جماعه اللي هم بيراقبوا علينا، جهاز مركزي المحاسبات، جهاز وزاره التضامن والجهات المحاسبيه، لما بنطلع الميزانيه بتاعتنا بارقام كبيره جدا، لانها طبعا لو كل شيء في الميزانيه موجود هيبقى بالمليارات، فبييجوا يحقدوا علينا وبيعملوا مشاكل كبيره جدا. دوله داخل الدوله، فلما بيلاقوا عندنا الميزانيه كبيره للدرجه دي بينتبهوا الينا، وبره بينتبهوا الينا. فكان اجتهاد، احنا قلنا الحاجات اللي تخش الميزانيه شيء والواقع شيء تاني، كل واحد عنده حق ايا كان هذا الحق كبيرا او صغيرا ياخذه من الجمعيه وليس من غير شخص، حتى يكون الولاء للجمعيه وللاسلام. يعني هي المشكله كلها هي الجمعيه، هي الاسلام. هذا رئيس الجمعيه الشرعيه المصري، ده عضو هيكبر العلماء.